صباح الخير يا صباح التوابين، فتح الفني الصباح لشركة وينز البروكر. هيدا معكم كريم مجدي، اليوم 31 أغسطس 2022، ونتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. ثلاث أسابيع لمؤشر داو جونز وانخفاضات كبيرة خلال تولدت أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول بعد البيانات الإيجابية بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي زادت من مخاوف بين مجلس الاتحادي لديه سبب آخر للحفاظ على مساره القوي لزيادات أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. أمس كان عندنا مجموعة من البيانات الهامة زي مؤشر ثقة المستهلك اللي جيب نتيجة أفضل من المتوقع 103.2، بجانب بيان فرص العمل جو بلوتس اللي جيب نتيجة أفضل من المتوقع 11,239,000. واليوم هنكون في انتظار بيان هام هو تغيير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي المتوقع ل 288,000. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا تشارت، طبعا الاداء السلبي على مستوى كل المؤشرات، اداء سلبي على الايميل، تقاطع متوسطات سعر الاسفل، اداء سلبي على الفلات ترند، وعلى طبعا مؤشر الاستوكاستيك. ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر ال 700 علشان يروح ل 315 وراها ال 15 مره تانية. كسر ال 700 وراها 315 وراها ال 15. السيناريو الاخر معاك ساعه بكسر 355 وراها 775 واخر نقطه عند 310. وبكده عزيزي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تقدروا الايام، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.